لو الحكاية فيها إن فيديو. اسمك إيه؟ سيد محمد السيد. بتلعب فين؟ في النادي العربي الحصري. بتلعب في فريق إيه؟ 2004 و2002 و2003. طب أنت جبت كام جون السنة دي؟ في 2004 جبت 33 جون. وفي 2003؟ 13. طب أنت نفسك تلعب زي مين؟ محمد الغزالي. وعاوز تلعب في نادي إيه؟ نادي انبي. مين مدربين دربوه؟ الكابتن شحاتة، الكابتن عبد الحميد العبود. اولاني مين؟ سبعة. وانت منين اصلا؟ الشرقية. الكابتن حميد العبود. الكابتن العبود دي عندنا اكاديمية اسمها وديين، بنلعب باسم نادي عرب الحصن. في عندنا لعيبة كتير احترفت في الاندية، في الاهلي وفي انبي وفي المقاولين. في انبي في لعيب صالح جمعة اللي احترف في البرتغال، ده لعيب من عندنا من ابنائنا. في عقد مع نادي انبي ان احنا لينا 15%. عندنا دلوقتي كابتن خالد العبوس، ده لعيب محترم وموثوق، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ونسوقه خارج مصر. نادي ام بي عايزه، بس اختلفنا في القيمه الماليه، لكن احنا بس نسعى ان احنا نبيعه لنادي بازل. هو الايه؟ نادي بازل اقصى، وربنا يوفقه ان شاء الله، هو لعيب كويس وهيمثل منتخب مصر ان شاء الله.